لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. الغانوشي يفحم الرئيس قيس سعيد بطرحات نارية. الغانوشي ما دائما ما تعرف انه لديه مشاكل مع الاخرين، والرئيس قيس سعيد في الفترة الاخيرة ما دائما ما يقوم بالقبض على جميع من يفتعل مشاكل، حيث ان الغانوشي تم حبسه 3 سنوات وايضا تم حبسه سنة، فهذا امر اغضب الغانوشي لانه سيقضي 4 سنوات من حياته في السجن بسبب قضايا قديمة، حيث قال الغانوشي ان الرئيس قيس سعيد عمل مع الغانوشي سنوات طويلة وانه يعرف ان قيس سعيد سيقوم بفعل ذلك، ولكن هو لم يهرب خارج بلده، كنت في بلدي وانا اقوم باي امر يتم اصداره ضدي، ولكن اعرف اني مظلوم هذه القضايا لديها اكثر من سنوات، ولكنني ارضى بذلك ولا اقول للقانون التونسي لا. وقال قيس سعيد ان في الايام القادمة سيحاسب كل من اخطأ سابقا او حديثا من اجل افتعال ازمات للشعب التونسي. قال قيس سعيد من اخطأ سيحاسب قديما او جديدا، والقانون فوق الجميع والجميع سيأخذ حسابه. سنكشف لكم بعض المعاناة التي عانيها الغانوشي مع حياته والحبس الذي كان يطارده وحكم اعدام من قبل وبعض المعلومات عنه. سنكشف لكم بعض المعلومات. راشد الغانوشي او راشد الخارجي وسياسي ورجل دولة وحقوقي ومفكر اسلامي تونسي، زعيم حركة النهضة التونسية، كما شغل منصب رئيس مجلس النواب الشعب بين عامي 2019 و2020 منذ بداية مسيرته السياسية في 1969. تعرض الغانوشي لاعتقال والتعذيب في الثمانينات وحكم الاعدام مرتين في التسعينات، مما اجبره على البقاء في المنفى في لندن لمدة 21 سنة بين 1989 و2011. وعندما عاد لبلاده اسرى نجاح الثورة التونسية، يعتبر الغانوشي من اهم المفكرين المعاصرين في اوساط الاسلام السياسي، وهو مجددا في مواضيع الحريات والعلاقات بين الديمقراطية والاسلامية، وله باع طويل في الكتابات الفكرية، حيث نشر اكثر من 20 كتابا. لعب راشد الغانوشي دورا محوريا في انتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة، خاصة اثناء الترويكة، ثم في فترة التوافق التي جمعته الرئيس الباقي قائد السبسي. كان الغانوشي ايضا مساعدا لامين عام لشؤون القضايا والاقليميات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيسه. وذكرت بعض المصادر انه كان عضو مكتب الارشاد العام جماعة الاخوان المسلمين. تحصل راشد الغانوشي على الحديد من الجوائز الدولية، من بينها جائزة تشاتو هاوس وجائزة مجموعة من الازمات الدولية والجائزة الدولية لتعزيز القيم الغندية للسلام وافضل 100 مفكر لفوريين بوليسي. في 13 نوفمبر 2019 انتخب الغانوشي رئيس البرلمان التونسي، لكن في 25 يوليو 2020 بسبب الازمة السياسية في البلاد جمعت عضويته رفقة جميع النواب بأمر الله صادر على الرئيس قيس سعيد. وفي 30 مارس 2022 وقع حل البرلمان بقرار رئاسي جرى اعتقاله في 17 ابريل 2023 على خلفية تصريحات اعتبرت محرضة على الحرب الأهلية. زوال الغانوشي تعليم الابتدائي في الحامة قبل أن يتحول إلى مدينة قابوس لمواصلة تعليمه الثانوي. تحصل على شهادته من مدرسة قرآنية، بعد ذلك ذهب إلى تونس العاصمة ليتم دراسته في جامعة الزيتونة، حتى تحصل على شهادة في أصول الدين بعد أن أصبح مدرسا في قفصة. درس الغانوشي سنتين قبل انتقاله لمصر في عام 1964 لإتمام دراسته في الزراعة في جامعة القاهرة، وكان انذاك معجب بالتيار المصري. اعلنت حركة النهضة مساء الاثنين 17 ابريل 2023 تفتيش منزل رئيسها راشد الغانوشي، ثم تم ايقافه. بينما اكد مسؤول امني لوكالة تونس ان ايقاف الغانوشي جرى صدور مذكرة ايقاف بالنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب على خلفية قضية تعلق بصراحات تحريضية كان ادلى بها وفق قوله. في حين قالت حركة النهضة بيبقى لها ان فرقة امنية دهمت منزل غانوشي واقتادته الى جهة غير معلومة دون احترام لابسط اجراءات قانونية. واكدت وسائل الاعلام ان قرار ايقاف راشد الغانوشي للتحقيق معه كان على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، يعتبر في فحواها ان ابعاد الاسلام السياسي او اليسار او اي مكون في تونس مشروع لحرب اهلية. اصدر قرار التحقيق محكمة ابتدائية بتونس فجر الخميس 20 ابريل 2023 بطاقة إزاعة السجن في حق راشد الغانوشي رئيس حركة النهضة بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمه بعضهم البعض وباعتباره من ذوي الشبهة. وقد قرر قائد التحقيق الثلاثاء 9 مايو 2023 إزاعة راشد الغانوشي رئيس حركة النهضة السجن
فيما يعرف قضية الاستيلينجو. وكان قد أعلن محامون الغانوشي مقاطعة موكلهم حضور جلسات تحقيق معه. في 9 يونيو 2023 أبدى نقاط التحقيق بمحكمة ليا بريانا بطاقة دعم السجن في حق رشد الغانوشي على عزيمة ما يعرف إعلاميا في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، وهي البطاقة الثالثة التي تصدر في حق الغانوشي. في 1 فبراير 2024 أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضاء الفساد المالي بمحكمة ليا بتونس العاصمة حكما بالسجن 3 سنوات على رئيس حركة النهضة رشد الغانوشي. الحياة الخاصة: رشد الغانوشي متزوج من تونسية واسمها فاطمة جويني، من هذا الزواج رزق والدين وأربع بنات، وهم معاذ أكبر الوالدين مدير مكتب والده في الحزب ورفقه في عدة زيارات خارجية مثل منتدى دافوس في 2012. براءة: ولد في 1983 واتبع دراسات حقوق في جامعة لندن، ومصدر التشريع الإسلامي في جامعة الأزهر القاهرة، أحد مؤسسي شركة سجلات وكينغ العالمية. تسليم ابنته الكبرى: لديها دكتوراه بريطانية في علم الاجتماع يسرى، ماجستير في الفيزياء الفلكية، وعنها الدكتوراه اختصاص الجندر في القرن 18 في الوطن العربي. الناطقة الرسمية الدولية باسم حركة النهضة، واستضيفت العديد من المرات في BBC. سمية: ماجستير في الفلسفة في جامعة لندن، وباحثة في مدارس الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، وكاتبة قارة في صحيفة الغارديان منذ 2006. تزوجها من رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي في حكومة حماد الجبالي. انتصار: ابنته الصغرى ولدت في 1985، لديها شهادة في حقوق من جامعة كامبريدج وكلية لندن الاقتصاد، وتعمل محامية مختصة في حقوق الإنسان. متزوجة مع ضابط في الجيش الوطني التونسي متهم قبل الثورة في قضية براكة الساحل المشهورة. يتمتع رشد الغانوشي بحماية أمنية شخصية من قبل أمن رئيس الدولة وشخصيات رسمية تبعها رئاسة الجمهورية التونسية. والقانوش لديه أكثر من قضايا، منهم في 25 يوليو أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، بمن فيهم رئيس مجلس حركة رشد الغانوش اللي ظهر على شاشة قناة الجزيرة بعد زويعات من إعلان رئيس قيس سعيد معلنا رفضه عن هذه الإجراءات وأصفاب الانقلاب على الدستور. وفي 22 سبتمبر أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما يقضي بتدابير استثنائية جديدة، حيث تواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، ويوضع حد كافة امتيازات رئيس البرلمان رشد الغانوشي. وفي نوفمبر 2021 أكد رشد الغانوشي رئيس البرلمان اختصاصه في حوار لصحيفة الصباح التونسية إنه لن يتردد في الاستقالة من رئاسة البرلمان إن كان حل في الاستقالة، داعيا قيس سعيد لاحترام الدستور. كما قال الغانوشي إنه شعر بصدمة كبيرة، وهو ما دفعني وقتها لوصف ما يحدث بكون انقلابا كاملا الأركان. في المساء ذهبت إلى المجلس مع النائب الأول رئيس البرلمان سمير الشواشي، فيما رعاني إلى أن وجدت دبابة أمام باب البرلمان، وكان كأننا في حالة حرب. مضيفا: طلبنا من الضابط أن يفتح الأبواب لأنه رفض وتعلل بالتعليمات، وقد كانت صورة مسيئة لتونس، ولنا جميعا أن نقف أمام دبابة، وهو ما أظهرنا أمام العالم أننا أمام الانقلاب. واعترف رشد الغانوشي في مقال الرأي العام الخميس 18 نوفمبر 2021 بعدد من الأخطاء التي ارتكبها وحزبه خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإدارة الحكم وهندسة التحالف الحكومية والحزبية، كمتعرضة لمأساة. وجد 25 يوليو 2021 معتبرا تلك القرارات معبرة عن إرادة شعبية صادقة متعطشة إلى التغيير ضائفة زرعا بالحكومة وحزبها، لكنه عبر عن خشية من أن تكون تلك القرارات ذات حكم عسكري مبنى على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على طريقة العربية الأفريقية. وفي 30 مارس 2022 انتهت فترة الغانوشي رئيس البرلمان مع إعلان رئيس قيس سعيد حل مجلس النواب الشعب لأول مرة في تاريخه. وعلى أثر اندلاع الأزمة السياسية بالبلاد، جرى ملاحقة الغانوشي قضائيا في عدة قضايا من بينها الجهاز السري وجمعية نماء تونس وتسفير التونسيون إلى بور التوتر وإن ستيلينجو.